دكتور عماد، اليوم غادي نمشيو في اتجاه وصفات اللي كتعتني بها السيدة بجمالها، وكنعرفوا على أنه من الأساسيات هي الكريمة الواقية من أشعة الشمس. دائما كنقولوها وكنعودوها أنه أي فتاة وأي مرأة خص تكون عندها هذه الكريمة الواقية من أشعة الشمس. اليوم محضر لنا دكتور عماد وصفة جديدة اللي من خلالها غادي تحضر السيدة هذه الكريمة بأقل تكلفة، بأقل ثمن على يديها في الدار وبوصفة آمنة. غادي تقدم لنا أيضا وصفة للعناية ببشرة الوجه والهالات، وغادي تقدم لنا أيضا واحد الكريمة أو مزيل للعرق، وكنعرفوا على أنه الديودوران تهو من الحاجيات اليومية الكثير من الشابات، الكثير من البنات ومن النساء. فاليوم غادي تقول لنا شنو هي الوصفة اللي غادي تقدم لنا باش يعني نحاربوا التعرق وروائح التعرق. فاحنا يا طبعا اليوم أيضا غادي نجاوبوا على أسئلة مستمعتنا الكريمات 0522 27 24 24. والبداية مع الوصفة الأولى. فالوصفة الأولى اللي غتكون واقي الشمس الطبيعي اللي غادي نستعملوا فيه مكونات بسيطة، وهذا واقي الشمس كيمكن يبقى عندكم حتى المدة ديال 3 أشهر يعني الاستعمال ديالو، أو غنعطيكم هذه الكمية اللي غتخدموها مدة 3 أشهر. إذن الطبيعة شنو عندنا في الطبيعة من مواد طبيعية اللي يمكن لها تحمينا ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة اللي كتكون ديال أشعة الشمس، واللي هي في الغالب من الأشعة اللي كتكون كتأثر لنا على البشرة ديالنا، وهي اللي كتعطينا واحد كما كنقولوا حنا كتعطينا ضرر في توحيد اللون ديال البشرة. فهاد الوصفة هذه فيها جوج ديال الزيوت اللي هما زيت الأفوكا، زيت الأفوكا اللي فيه الفيتامين أو المركز، وكنعرفوا ان لافوكا كيفاش كتقاوم الجو الحار، وكذلك يعني لافوكا كتكون كان من النباتات المقاومه لهذيك يعني القساوه ديال الجو سواء كان حار او بارد. فزيت لافوكا من المواد المهمه جدا اللي كتعطينا الحمايه الكامله. كنزيدوا واحد الزيت اخر اللي هو مهم جدا اللي هو زيت نوار الشمس. زيت نوار الشمس حتى هو فيه تركيز عالي ديال الفيتامين او، وزيت نوار الشمس من المواد اللي كتصبر درجة الحرارة الجد مرتفعة. إذن حتى زيت نوار الشمس إذا درناها كاستعملناها في واقي الشمس كتعطينا واحد كتعكس لنا هذاك الأشعة الضارة. وغادي نستعملو كما العادة باش كنديرو القاعدة الطبيعية زبدة الكاريتي، ولكن هاد الوصفة إذا استعملناها فهي غادي تبقى لنا مدة ديال 3 أشهر، يعني التكلفة ديالها غادي تكون مناسبة. كيفاش غنحضرو مع بعضياتنا هاد واقي الشمس؟ إذن غادي تاخدو 2 معالق كبار ديال زيت لافوكا، 2 معالق كبار ديال زيت نوار الشمس، و6 ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. نعاود، 2 معالق كبار ديال زيت لافوكا، 2 معالق كبار ديال زيت نوار الشمس، و6 ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. هادشي كامل كتحطوه في حمام مريم كيتخلط مزيان باش كتذوب ديك زبدة الكاريتي وكيتخلطوا هاد المكونات هادو كاملين، ومن بعد كتوضعيه في بلاصة يعني آمنة حتى كيبرد، أو وضعيه في الثلاجة باش تكون ديك البرودة السريعة. كيبرد الكريمه اللي كتحصل عليها اختي هذيك هي اللي كتستعمليها كواقي شمس طبيعي. الخليط دكتور عماد طبعا كيتجمد لانه درنا فيه الزبده الكاريتي فكيولي على شكل كريمه. واش ما كيكونش ميدوم، واش ما كيكونش دهني لانه فيه جوج ديال الزيوت؟ بالعكس، فهو كيكون سريع الامتصاص، غير هو الزيوت خصها تكون طبيعيه 100%. وحتى الطريقه ديال الاستعمال شنو هي بالميزه ديال هذا، انه كناخذوا شويه يعني ما نكثروش، غاديش ندير واحد الكميه كبيره، شويه ديال يعني كناخذوا غير الراس ديال الاصابع ديالنا وكندهنوا الوجه ديالنا كما كنستعملوا واقي الشمس، وكتبقى المده الصلاحيه ديالو حتى ل 6 ساعات، يعني 6 ساعات او حتى ل 7 ساعات، فهو كتعطينا هذه الوقايه هذه الكامله. وهكا كيكون عندنا واحد واقي الشمس اللي كيوصل تقريبا ل 49 اس بي اف، يعني 49 يعني في القيمه ديال المصفات ديال واقي الشمس. اذا بثلاث مكونات فقط كنحصلوا على ايكرون توتال، على كريمه واقيه من اشعه الشمس اللي غادي تحمي البشره ديالك. لاله الكميه اللي غادي تعطيك هذه المقادير ديال الوصفه كافيه؟ نعم، لثلاثه اشهر. فطبعا الشرط هو انه الزيوت تكون غتاخديها من صيدليه او من شبه صيدليه، من البارا فارماسي، لانه كتكون المنتوجات فيها ضمان اكثر واكبر للجوده ديالها. بالنسبه للوصفه ديال الكلف، بالنسبه للوصفه ديال الكلف ناخذ معلقه صغيره
ديال دقيق القمح الكامل ماشي نشا دقيق ديال ماشي دقيق الرز لا دقيق ديال القمح الكامل ونزيدوا عليها جوج معالق كبار ديال الماء السخين فالقمح الكامل فيه الاملاح المعدنيه المهمه فيه لوغيزول فيه مواد اللي كتوازن لنا الافرازات ديال الميلانين وهي غتكون وصفه هائله اذا قلنا معلقه صغيره ديال دقيق القمح كامل جوج معالق كبار ديال الماء سخون كنخلطوهم كنديروهم كماسك على البشره والرقبه نخليوها مده ديال نصف ساعه ونغسلوها وهذه الوصفه كنديروها جوج المرات في الاسبوع منها وصفه مبيضه وهي وكذلك منها وصفه اللي كتوحد لينا اللون شحال خاص السيده تواضب عليها باش تعطيها نتيجه على الاقل تستعملها مده ديال شهر واحد فاذا درتها شهر واحد فغادي تعاونها ان شاء الله في الشهر واحد بمعدل شحال من مره في 8 ديال الاستعمالات بمعدل جوج ديال المرات في الاسبوع نعم. ومن بعد شهر غتبدا تبان النتيجه نعم فغادي غتولي النضاره في البشره السيده غتشوف ان وجهها بدا كيبيض وكتنقص منه دوك الطبايع كتنقص الطبايع والبشره ديالها كيتوحد اللون ديالها وصفه الزياده في الوزن دكتور عماد فالوصفه الزياده في الوزن غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال الصوجة مقليه ومطحونه غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال كاوكاو مطحون وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين وكناخذوا معلقه صغيره من هاد الخليط كناخذوها بالياغورت كثير الدسم مره واحده في اليوم مع الغداء غادي تكون احسن ونداوموا عليها دائما بالنسبة أيضا لمكالماتكم غناخذوا منها المزيد هناك أسئلة كثيرة أيضا اللي كطرحوا علينا عبر الصفحة الرسمية وكذلك غادي نختار منها أسئلة متنوعة ومختلفة ناخذوا الآن خديجة من وجدة الو السلام عليكم وعليكم السلام اختي سناء لاباس عليك الحمد لله مرحبا بك تحيه للناس ديال الجهه الشرقيه شكرا لاله مبروك عليكم الاحتفال ديال 15 سنه انا متبعه اصوات الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبا شنو السؤال ديالك اختي خديجه استاذي الله يجازيك بخير اخويا عماد استجعت التعين ديالي مع انني عندي العمر ديالي 60 سنه وكنعاني منهم بزاف بغيت تعطيني شي وصفه اللي تساعدني شويه اي مرحبا بارك الله فيك شكرا سيدي مرحبا بكل فرح فشوف غادي تاخذي واحد الزيت نعطيك غير زيت واحد غتبدي ديري غير نقيطه منه وديري واحد المساج خفيف تحت العين عندك في التجاعيد اللي كتكون تحت العين انت وجميع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا فالزيت اللي غتستعمليه هو انت يا اما زيت الجوجوبا يا اما زيت البابونج انت اللي لقيتي زيت الجوجوبا او زيت البابونج ولا زيت شجره الشاي نقيطه منهم كندير واحد المساج خفيف في المنطقه تحت العين وكنداوموا عليه يوميا كسيروم ليلي وان شاء الله الامور غتكون بخير اختي خديجه بهيجه معنا من فاس السلام عليكم السلام استاذه مرحبا بك تحيه للناس ديال فاس اهلا بكم على راديو اصوات شكرا بزاف وعيد ميلاد سعيد لكم للاذاعات بثناء شكرا والدكتور عماد راني مخا ما كنتواصلش معاه مباشره كنشوفه في اليوتيوب دائما كندخل عنده ولا كنشكره بزاف مرحبا اختي هذا واجب مرحبا اختي بهيجه كنشكره استاذ حبيش على تسع الخاطر ديالو الله يجازيه بخير كنشكركم كاملين الطاقم كامل اكيد تحيه للمايسترو شكرا بزاف دكتور بغيت نسولك واحد السؤال انا كنحير باش نغسل وجهي عندي البشره تاعي حتى ملي كنطلب الصابون وجهي هادي ولكن ملي كنطلب شي صابون اي نوع ديال الصابون كيشحت لي وجهي بزاف كيولي حرج واخا نسولك الصابون ديال نسولك اختي العزيزه واش داك الصابون اللي كتستعملي داك الصابون القصح لا ولا سائل لا مالك كيما كان الصابون كيشحت لي وجهي حتى الصابون السائل ايوا بعض المرة ما الصراحه ما كنستعملش السائل بزاف قليل وشوفي حنا دابا ماشي على اساس يعني داك الصابون اللي قاصح كيكون مثلا كيكون هذاك الصابون الصلب انه ما مزيانش لا حيت كاين بعض الناس لهذاك الصابون الصلب دكتور نوعيه الصابون لا بلاش بلا ما تذكري انا غنشرح لك علاش لان داك الصابون الصلب كيكون عندنا فيه واحد التركيز كبير ديال 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 البوتاسيوم كيكون واحد التركيز كبير ديال السلفات اذا هذه البشره اللي كتكون عندنا دابا انت عندك بشره حساسه وكتمشي حتى لجد حساسه هيبر سونسيبل اذا ملي كنديروا داك الصابون اللي فيه الكبريت مركز كثير وفيه البوتاس يعني هذاك البوتاس كيكون مركز فشنو كيوقع انك يحيد لينا الماء كيتفقد لينا من ديك البشره ديالنا والبشره كتولي شاحبه وناشفه اذا دابا الا استعملنا بالنسبه للبشره اللي كتكون حساسه بزاف
صابون سائل اللي كنغسلوا به وجهنا سواء كاين في الصيدليه وشي في الصيدليه او كاين في محلات تجاريه اللي كيتباع فيها الصابون السائل اللي الاثمان ديالو مختلفه غير المهم تكون واحد الماركه اللي هي معتمده وماركه اللي معروفه. الصابون السائل كيكون فيه هذه المواد هذه خفيفه وكيكون فيه كيخلي البشره رطبه يعني واخا كنغسلوه البشره ما كتبقاش كتفقد هذاك الماء ديالها وان شاء الله ما يبقاش عندك هذا المشكل. ولكن مورا مثلا في الليل ما تغسلي الوجه ديالك غادي ديري زيت اللوز الحلو بقاي داومي عليها باش بقاي ترطبي بها الوجه ديالك وهكا ان شاء الله هذا المشكل هذا ما يبقاش عندك اختي بهيجه. حنا غادي نواصلوا معكم معك دكتور عماد بالمزيد من اسئلتكم دائما على راديو اصوات. سمعات كثرات دكتور عماد اللي كيكتبوا لنا عبر الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك كتابعونا فيها صوتا وصوره مرحبا بكم دائما شكرا على وفائكم. وعندي اسئله كثيره على البشره الناشفه البشره الجافه استغاثات كثيره اش المعمول وشنو الحل دكتور عماد؟ فالبشره الجافه كيخص اولا بعدا الماء نشربوا الماء بزاف لان الماء اهم حاجه واهم مكون اللي يمكن يخلي لنا البشره ديالنا دائما ما نشفاش. ومساله اخرى ان الكريمات اللي يمكننا نستعملوا ممكننا فقط نستعملوا زبده الكاريتي بوحدها كماده مرطبه ولا زيت الكوكو فهادو جوج ديال المواد اللي يمكننا ناخذوهم يكونوا معنا دائما وفقط ما ندير واحد يعني واحد الكريمه في الليل نستعملوا هاد زبده الكاريتي او زيت الكوكو وناخذوا شويه منهم وندهنوا ونداوموا على هاد الوصفه هذه وان شاء الله الامور غتكون بخير. باش السيده تعرف على زبده الكاريتي او زبده الشيا الجوده ديالها مزيانه. نعم فبعد اولا كيخصها تكون سريعه الامتصاص، ثانيا ان هاد زبده الكاريتي ملي كنديروها ما كتكونش فيها واحد الرائحه لان كاين الا كانت من الجوده ماشي عاليه كتكون فيها واحد الرائحه كريهه لان خصها تكون غافينه. وهذا هو مساله اخرى اننا كناخذوها من واحد البلاصه اللي كتكون يعني موثوقه سواء من الصيدليه وشي في الصيدليه وكذلك ما كتكونش كدير الحساسيه فضروري اننا نستعملوا واحد شويه منا قلنا في يعني في الجهه ديال العنق من اللور ونتسنى واحد خمس دقائق حتى 10 ديال الدقائق وإلا ما عطاتناش احمرار ولا حساسيه فيمكننا نستعملوها للوجه ديالنا. وزيت الكوكو فهي كتكون زيت اللي عندها رائحتها معروفه واللي حتى ملي كندهنوها كنحسوا بالراحه اذا بجوج بهم او اي ماده طبيعيه عندنا كيخصنا منين نديروها من مورا الاستعمال كنحسوا براسنا مرتاحين كنحسوا بالبشره مرتاحه كنحسوا بالبشره ديالنا كتنفس مزيان فهذه دليل على انها ماده طبيعيه ذات جوده عاليه. معنا خديجه متارودان. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك. بنت هضر مع الدكتور عماد. مرحبا لا خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب عندي الحساسيه في الوجه. اياه كيدير هاد الحساسيه هادي شنو واش الحكه ولا الحبوب ولا شنو؟ كيحرقني وجهي شحال هادي كندير ليه زيت اللوز تبعتو اها شحال هادي وشي شي عام نيت هذا وزيت البابونج اياه والو كيحرق. واخا قولي لي كديري البومادة ديال الشمس؟ لا ما كندير ليه والو. ما كديريش بومادة ديال الشمس؟ لا واحد الخطرة حيت ناض عليا حرقني هكاك قالوا لي الحمراء ودرت ليه ذاك الطرب ديال داروا لي ذاك الطرب ديال الياجو اييه وغادي حرق بزاف وبرد ولا ثاني ندير ليه ذاك زيت اللوز وزيت البابونج ولي والو. ولا خديجه انت بعدا واحد المساله مهمه جدا بعدا هذه المساله ديال التراب ديال الياجور فهذيك راه ماده سامه للبشره وهاد الناس اللي كيعطيو بحال هاد يعني بحال هاد الوصفات هكا وما كيعرفوش الخطوره ديالها فاحنا كنقولوا ان ما يمكنش نعطيو شي وصفه لشي واحد ولا نعطيو الوصفه لاي انسان كيف ما كان الا ما كناش حنا كنعرفوها ولا خديناها من واحد الشخص اللي موثوق واحد الشخص اللي عنده واحد الكفاءه علميه ديالو ياك. فالياجور الى درتيه البشره ديالك غادي يزيدك من الحساسيه اذا هذا مشكل. المشكل الاخر ان عندك مشكل انك ما كديريش الكريمه اللي كتعطينا الوقايه ياك فهادو جوج ديال الحوايج كافيين انهم يعطيوك هذا المشكل هذا في البشره ديالك ويخليو البشره ديالك بشره اللي فيها الحساسيه. فانت شوف شنو غديري غندير معاك واحد المساله مزيانه غادي تمشي غتاخذي زيت نوار الشمس راه موجوده والثمن ديالها رخيص اذا غديري واحد جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس وغادي ديري خمسة المعالق كبار ديال زبده الكاريتي راه كاينه كتباع تما عندكم في تارودانت خمسة المعالق كبار ديال زبده الكاريتي خلطي هذا الشيء كامل يتخلط مزيان دوبي ديك زبده الكاريتي وخلطيها مع 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 الزيت ديال نوار الشمس
بحال كما كتذوبي الشكلاط الا بغيتي تصايبي مثلا شي حلوه يعني هكاك غادي تذوبي هاد المكونات وتخلطيهم خليهم يبردوا غادي تجيك واحد الكريمه ملي غتخليهم يبردوا غتولي عندك هذيك بحال الكريمه اختي هذيك بدي تاخديها وتدهني بها في الصباح وفي الليل البشره ديالك وداومي عليها وان شاء الله الامور غادي تكون بخير صافي تفهمنا اختي خديجه سول واحد السؤال النعاس ما كيجينيش اييه واخ خليك في الاستماع ان شاء الله فغادي نعطي وصفه للتوتر و يعني قله النوم او اضطراب النوم نمشيو ناخذ هدى من المحمديه مرحبا بك على راديو اسوات صباح الخير صباح النور سي سناء كديره لاباس عليكم الحمد لله ثانك يو شكرا انا نتسنى حقي من لاطاغت انا كنسمع ديما لا راديو الا كنت صباح النور اختي صباح خويا الحمد لله الله يجعلكم ديما منورين ان شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبا عندي واحد السؤال عندي ولدي عنده 17 عام يلا يخليه لك تبارك الله امين خلي لك الله عزيز عليك الوغ كيدير سبور دابا صافي 4 موا ما شاء الله وكيدير ميسكيلاسيون اياه ودابا مصدعني كيقول لي خصني هذوك المكملات الغذائيه وانا ما بغيش داك الشيء هذاك ما بغيش ندخل في هذاك داك في داك السيركوي يعني داك الدائره في ساعه بغي يصحح في ساعه فهمتي دونك نعم ما عرفش شنو بغيتكم تنصحوني شنو ندير نعم فشوف بعدا كاين جوج حوايج كاين مكملات غذائيه اللي كتكون صحيه ياك وكاين مكملات غذائيه اللي فيها مواد كيميائيه اللي فيها مثلا هرمونات اللي فيها واحد البروتينات زايدين فهادو هما اللي الانسان ما خصوش يستعملهم الرياضيين راه كيعرفوا هذا النوع هذا اما المكملات الغذائيه العاديه مثلا اللي كتكون فيها نوع من الفيتامينات او الاملاح المعدنيه فهذه ماشي مشكل المواد الغذائيه اللي كيخص يدخلها الابن ديالك في التغذيه ديالو فكاينه الصوجه نعم ياك نعم الصوجة عادية ولا كوم هذا الصوجة هانتي مثلا الصوجة مقلية ياك نعم وغادي تاخدي منها مثلا معلقة كبيرة تخلطيها ليه مع واحد الكاس ديال الحليب ياك تخلط في الخلاط وتعطيها ليه هادي من جهه مره في النهار في كل وقت مره أيوة. دابا انا غنعطيك مجموعه المواد وكل مره خلفي ليه يعني كل نهار غتعطي حاجه مثلا كاين الزنجلان وي والزنجلان اللي كيعطينا واحد هذيك لا ماس ميسكولير كيعطينا ديك القوه العضليه وديك الكتله العضليه كيزيد منها ياك نعم فالزنجلان كذلك يمكن لك حتى هو تاخذي معلقه كبيره ديالو مطحون نعم وتعطيه ليه في الياغورت ولا تخلطيه ليه مع كاس ديال الحليب داكو كاين الشوفان اييه كنديروا الشوفان كنديروا مع الماء كنطحنوا ليه وداك الشيء والبنان هو ماشي مشكل ماشي مشكل من لا فارماسي دونك نعم لفني وكاينه مساله اخرى عاوتاني ما هو طبيعي ديالنا مغربي الشعير يعني البلبوله ديال الشعير نعم ديك البلبوله ديال الشعير غتزيدي ليه فيها واحد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون هذيك اللي كنديروا الحسوه حنايا هذيك الحسوه فمهمه جدا لان فيها مكونات وفيها الاملاح المعدنيه اللي كيعطيو ديك الانرجي كيعطيو الطاقه ديال العضلات فالناس ديال نطيب هذه وندير فيها زيت العود فوالا تعطيه واحد الزليفه وتعطي طيبها كما كطيب عادي ودير ليه واحد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون الخضر بجميع الانواع ديالها نعم هي خدها وركزي لي دابا كيكثر ليه البيض كيكثر من البيض بزاف فالبيض غير البيض خصو يرد ليه البال فهمتي علاش باش ما يعطيش واحد غير شوف الا خدا غير جوج بيضات مثلا جوج المرات في الاسبوع حتى ثلاثه ديال المرات راه كافيين يوميا كياخذ ليه البيض ثلاثه اربعه البيضات في النهار كثير عليها اختي لان من بعد غيوقع عندهم مشكل ديال حيت الكلاوي راه كيتضروا من هذه الكميه اللي كتكون كبيره ديال البيض الله يطول لي عمرك صافي والسمك حتى هو راه المحمديه تبارك الله راه موجود الحوت اي لا ما بقاش الحوت كان ياك لا كاين شويه كان كيف ما كان كيف شوف حنا ماشي كنقولوا الحوت واحد النوع معين كيف اللي توفر في الحوت راه مزيان اللي توفر على قد الجيب راه مزيان صافي واحد السؤال اخر الله يطول عمرك واخا ولدي عنده 10 سنين صغير عنده بحال ديدان ديال الكرش بحال هكا كيحس بشي ديرونجمون داك الشيء بغيت ندير له شي وصفه هكا الا كان طبيعي فاختي الا كان عنده المشكل ديال الديدان فضروري كيخص ياخذ الادويه المضاده للطفيليات غادي يكون احسن اما بالوصفه الطبيعيه فما يمكنش نقتلوا الطفيليات الا كانوا في البطن فياخذ العلاج ديالو اللي كيكون مضاد للطفيليات وان شاء الله الامور تكون بخير واش هي معديه معديه ومعديه 100% يعني البلاصه اللي كيكون فيها اللي كي خاصه يعني البيت الماء كيخص دائما التعقيم يعني منين يدخل هذا الوليد كيخصنا نعقموا هذا المكان هذا وحتى الملابس الداخليه ديالو كيخصها تعقم اللي خصنا نغليو الماء ونحطوهم فيها ودائما غسل اليدين من طرف العائله كامله خصنا دائما نغسلوا يدينا فهكا باش ندير واحد الحمايه ناخذ كنزه معنا من اسفي الله يخلي لك الوليدات هدى اهلا كنزه
عليكم السلام ورحمة الله. كدرت سنة ألا بسعليك؟ الحمد لله. عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك، شكرا لك. الحمد لله. كده أخوي عماد لاباس عليك؟ الحمد لله أختي، الله يبارك فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عندي واحد السؤال الله يخليك. أيه شنو نتقاسموه معك؟ أنا عندي 19 عام في عمري. أيه تبارك الله. دابا عامين قاطع على الدراسة. أيه كنقرا كندير شي بروجيوات لوجهي. أيه ودابا ملي حبستهم حسيتهم بحال رجعوا على وجهي، خرجوا لي حبوب. مثلا شنو هما هاد البرودويات اللي كنتي كديري؟ واش برودويات مبيضين ولا شي وصفات ولا شنو زعما؟ واش نقدر نذكر الاسم ديالهم؟ لا ما نذكروش، غير شنو علاش كنتي كتاخذيهم؟ التبييض؟ التبييض وحتى الحبوب. انا داك فداك الفتره كان الهدف ديالي هو انا نحيد الحبوب من وجهي، زعما اللي كان كيقولوا لي كنديرها. فاختي هاد المساله ديال اللي كنقولوا لي كنديرها ولا قالوا لي، فاش نقول لك اختي؟ راه 70% ديال السيدات البشره ديالهم تضررات ولقاو مشاكل صحيه بهذه المساله هذه. علاش؟ ان الانسان ما كيمشيش وكيقلب في البلاصه، ما كيدقش في الباب اللي مناسب، لان خصنا نشوفوا دائما الراي ديال الناس اللي كما كنقول دائما مختصين في المجال كيف ما بغى يكون، يعني الطبيب مختص او يعني خبير في 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 في, في, في هذه الامور مثلا ديال الجلد، ضروري كيخصنا دائما نستشروا مع داوي الاختصاص. لان اختي دابا كاين، انا كنعرف دوك الخلطات اللي كيداروا اللي كيتخلطوا فيهم مثلا لي كورتيكويد، اللي كيتخلطوا مع ديك واحد البوماده اللي كتكون رخيصه، او كيمشيو كياخذوا بعض الادويه اللي هي في الصيدليه كتكون ادويه لعلاج بعض الامراض، وهما كيستعملوهم لهذه المساله هذه. وانت اختي انت كتعطينا دابا الشهاده ديالك ديال هاد الوصفات العشوائيه كيفاش كياثروا لينا على البشره ديالنا. ما دابا المشكل ديالك شنو هو اختي؟ واش دابا البشره ديالك تضررات ولا فيها حساسيه ولا شنو هو المشكل ديالك؟ لا انا دابا عندي حبوب رقيق في وجهي. اييه وملي كتقرب تجيني الدوره الشهريه عاد كيكثر. نعم فهذا مساله هرمونيه، يعني شفتي مع الدوره الشهريه كتجيك منتظمه؟ لا ما كتجيني فايته ثلاث ايام ناقصه ثلاث ايام. وشفتي الطبيب؟ شفتي الطبيب على هذه المساله هذه؟ لا انا ما شفتش الطبيب. لا هو ضروري خصك تشوفي بعدا الطبيبه ديال النساء ولا طبيب النساء ياك؟ وانا غنعطيك وصفه للمساعده ان شاء الله لهذا المشكل. اذا غادي تاخذي زيت اللوز الحلو، وغتاخذي معلقه كبيره ديال خل التفاح، خلطي هذه المكونات، تاخذي القطن دهني به على البلايصات اللي عندك فيهم المشكل الحبوب انت والاخوات اللي عندهم هذا المشكل ديال الحبوب في الوجه رقيق، ولا الحبوب اللي كيكون كينوض في الفتره ما قبل الدوره الشهريه. كنخليوه مده ديال ربع ساعه فقط وكنغسلوه. العمليه غادي ديروها ثلاثه المرات في الاسبوع وتداوموا عليها حتى تحسوا ان داك الحبوب طفى وما بقاش وحيد الاثار ديالو. غادي نستقبل المزيد من اسئلتكم مستمعاتنا، دائما مواصلين معكم مباشره على راديو اصوات وبرنامجكم حديث ومغزل. والمزيد من اسئلتكم كنتوصلوا بها دائما عبر رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. كنا ايضا كنجاوبوا على اسئلتكم في اللايف اللي كتتابعوه معنا بالصوت والصوره عبر صفحتي الرسميه سن الزعيم اصوات. فاطمه معنا من فاس، سميه معنا من فرنسا، جيهان من سلا. اهلا بك جيهان. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. انا سعيده للراديو اصوات. شكرا لك. كدير الدكتور عماد؟ بخير اختي جيهان، كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك اختي؟ الله يجازيك دكتور، بغيت غير نسولك واحد الزيت ديال الكركم كنت حطيتيه. اييه. وبغيت نعرف كيفاش نصايبو. كنتي قلتي لنا رابعه ديال الخرقوم البلدي مع يترو ديال الزيت نور الشمس. أيه. بالنسبه لنور الشمس واش اللي كنستعملوه في المطبخ؟ اللي كنستعملوه في المطبخ. كنستعملوه في المطبخ اختي. اللي كنستعملوه في المطبخ. اييه يعني اي زيت نور الشمس توفر عندكم. واخا شكرا دكتور. مرحبا اختي جيهان، هذا هو. بالنسبه للواقي الشمسي اللي حطيتي دابا تا هو نستعملو من نفس الزيت ولا نشريو زيت من الفارماسي ولا بارافارماسي؟ يمكن لك تستعملي الا بغيتي تستعملي زيت الكركم، ولكن غير هو دابا واقي الشمس ضروري كيخصنا زيت لافوكا وزيت نوار الشمس، فهمتي؟ او زيت نوار الشمس. سولتيني على زيت نوار الشمس، اذا زيت نوار الشمس كيمكننا نستعملو زيت نوار الشمس ديال المطبخ. سميه من فرنسا، اهلا بك. وعليكم اهلا سناء. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك، تحيه لكم بالخارج. بارك الله فيك، انا راني نواشيه للاصوات. الله يحفظك خويا عماد، تبارك الله عليك. صباح النور. صباح النور اختي سميه، كي دايره؟ بخير؟ لاباس؟ لاباس، الله يبارك فيك.
اولا بعدا تنشكر خويا عماد لانه غراسا لي كنت عيانه كنت مريضه ضرني رجلينا غراسا لي الحمد لله بريت عاوني بزاف وعاون الزوج ديالي تنشكرو بزاف 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 رجل طيب الله يحفظه. شنو الوصفات اللي كنتي تبعتي ديال الدكتور عماد وعطاتك نتيجه؟ في الحقيقه انا مشيت عنده العياده ما عرفتش شنو كاين الوصفات. نعم دوك راه تيعرفني مزيان الدكتور عماد. مرحبا لاله سميه الله يبارك فيك الله يبارك فيك. تنشكرو بزاف عاد الله يحفظه. خويا عماد درت واحد الليساج جابوني ضربني الله ضربني الله. اما فكنت ندير واحد الليساج تيسمي تانينو ما فيش بوكو برودوي شيميك ومشيت درت الليساج جابوني هادي شهر وفين ما درت شامبوان خويا عماد كنخلي واحد لا توف دو شوفو دون مي ما كلشي شعر كينسل على طولو. نعم ولا ليا حرش من الفوق العود ما يرطب ولا حرش. نعم وليت فين ما كنمشط شعري كنلقاه باختو لي شوفو ديالي كنلقاه باختو 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 في الدار عندي. الله يخليك اخويا عماد. واخا داك اخت ليساج جابوني. نعم من تقنيات اللي اليوم متوفره في الكثير من الصالونات ديال الحلاقه ومراكز التجميل. شنو تقول لسميه ولكل السيدات بهذه المناسبه وبهذا السؤال؟ فانا دائما كنقول الا بغينا ندير واحد الليساج ولا غندير واحد ترطيب ديال الشعر كيف ما كان النوع ديالو او غندير واحد الماده اللي غترطب لينا الشعر ديالنا فضروري كيخصنا واحد 15 يوم قبل نوجدوا الشعر ديالنا باش نديروا هذا الليساج. وعاوتاني حتى ملي كنديروه كيخص نبقاو دائما كنحافظوا عليه او كنعاودوا نحيوه لان هذه المواد هذه كتكون شويه صعيبه على الشعر ديالنا. فمثلا قبل ما نديروا الليساج كنديروا واحد لو سيروم اللي كنوليو كندهنوا به شعرنا كل ليله. اذا هذا السيروم هذا اللي ناخذوا فيه زيت الزعتر وزيت اللوز الحلو. اذا معلقه كبيره معلقه كبيره كنخلطوهم كناخذوا شويه منهم كنوليو كندهنوه كسيروم على شعرنا مده ديال 15 يوم قبل ما نديروا هذا الليساج. ولكن مثلا الى تضر لنا الشعر ديالنا من هذا المشكل هذا فهنا غادي ناخذوا نرجعوا لزيت لافوكا لان الفيتامين او ديال زيت لافوكا اللي مركز مهم جدا كيرمم لنا الخلايا. وغنديروا زيت البابونج. بابونج كذلك من الزيوت اللي كتكون مضاده للحساسيه لان هذه نوع من الحساسيه اللي كتعطينا هذا التساقط. بابونج اللي فيها ماده الكامازولين. اذا زيت لافوكا معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج كنخلطوهم كنديرهم كسيروم ليلي ما كنقطعوش هذا كنبقاو دائما كل نهار كنستعملوه وكنداوموا عليه. فمع المده البشره كيبدا كيبرد فيها هذاك الحساسيه وكتبدا الشعره عاوتاني تعاود ترجع للحاله الطبيعيه ديالها. بالنسبه للوصفات الاقتصاديه اللي كنقدموا لكم اليوم مستمعاتنا للجمال نعاودوا نذكروا. نعم. باول وصفه اللي عطينا اللي هي كريمه واقيه من اشعه الشمس. كيفاش لاله تحصلي على واحد البوماده الشمس او ايكرون توتال بثلاثه المكونات فقط واللي غادي يدوم لك مده 3 شهور؟ نعم فغناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس وستد مع الكبار ديال زبدة الكاريتي. خلطوا هاد المكونات هادو كاملين في حمام مريم تيتخلطوا مزيان. نديروا هاد الخليط هذا يبرد والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنستعملوها كباقي شمس يومي. الوصفه الثانيه هي وصفه كريمه اللي مغذيه واللي مرممه البشره ديال الوجه. لمن غتصلح هاد الوصفه؟ فغتصلح جميع الانواع ديال البشره يعني ما كاينش مشكل ووصفه امنه ما فيهاش كيف الدهنيه كيف البشره اللي جافه وناشفه؟ نعم. حيت دائما كنقول الا كانت زيت طبيعي فكتكون سريعه الامتصاص اذا واخا تكون بشره دهنيه فدغيا كتمتص هذا الزيت هذا. اذا المكونات ديالها بساط بزاف ومتوفرين ورخاص. اذا كاين زيت نوار الشمس معلقه كبيره ديالها وانا حاولت نختار لكم مواد اللي متوفرين عند الجميع والثمن ديالهم كيكون رخيص. اذا معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس وجوج معالق كبار ديال زيت الصوجا. اذا معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس جوج معالق كبار ديال زيت الصوجا واربعه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. وزبده الكاريتي هنا دائما كتكون القاعده الطبيعيه ديال الكريمه الطبيعيه. نخلطوهم في حمام مريم كما العاده باش كتذوب ديك زبده الكاريتي وكيتخلطوا فيها الزيوت. نخليوها تبرد
وكتعطينا الكريمه. اذا هذه الكريمه الميزه ديالها ان كنديروها كريم يومي وكريم ليلي، يعني كناخذوا شويه منها كندهنوا في الصباح ككريم يومي، وفي الليل قبل ما ننعسوا كذلك كندهنوا منها شويه، فكتعاوننا في الترميم، كتعاوننا في التغذيه، وكترجع لنا النضاره ديال البشره ديالنا. الوصفه الثالثه هي وصفه ديال كريمه مزيله للعرق ولروائح العرق. نعم. او ديودورون ناتوريل. نعم، فهنا غادي تكون عندنا كريمه اللي غتكون كميه ديالها كبيره شويه، ولكن غادي تبقى لنا حتى شهرين في الاستعمال ديالها. اذا شنو غناخذوا فيها؟ غادي ناخذوا فيها الروح ديال الخزامه، الثمن ديالها رخيص، غناخذوا 10 ml، الزيت ديال اللوز الحلو، زيت البابونج، وزبده الكاريتي. اذا زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، الروح ديال الخزامه، وزبده الكاريتي. اذا الطريقه ديال الاستعمال كنديروا 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الخزامه، جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، وخمسة معالق كبار ديال زبده الكاريتي. اذا نعاود، خمسة معالق كبار ديال زبده الكاريتي كنذوبهم في حمام مريم، كنزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال زيت البابونج، كنزيدوا جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، وكنديروا 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال الخزامه. نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى كيتخلط، نخليوه يبرد، وهذاك الكريمه اللي كنحصلوا عليها شويه منها كناخذوها وكندهنوها في الاماكن اللي كيكون فيها التعرق، وهذه كتصلح كذلك كاع دوك التنيات اللي كيكونوا الخاصين عند السيدات، كيمكن لهم يستعملوها بطريقه امنه. يستعملوها حتى الوليدات في سن المراهقه، كنعرفوا البلوغ كتولي عندهم افرازات ديال التعرق. من 13 سنه فما فوق يمكن يستعملوا هذه الكريمه امنه، ما كاينش فيها اعراض جانبيه. هذه كريمه اذا ضد رائحه التعرق لك والاسره ديالك. غادي ناخذ اخر مكالمه. فاطمه معنا من فاس، السلام عليكم. الو، السلام عليكم اخت سناء. اهلا فاطمه، بقات لي دقيقه ونرد ما نردوهاش في وجهك، مرحبا بك، شنو سؤالك؟ واخا انا عندي ثلاثه اسئله الله يرحمها لك جوج ليا واحد اختي. واخا بسرعه نتقاسم. انا سمعت الدكتور عماد كيقول البيض ما مزيانش، انا ولدي عمره 20 عام وضروري خصو يفطر بالبيض البيضه في الصباح. اها. عشان نخليهم له ونحيدهم له. فمن الاحسن. الثاني. نعم. والسؤال الثاني، عفاك دكتور، انا كان عندي خوم الغده الدرقيه وكناخذ دواء. وكناخذ هاد الاعشاب على حسب الشقيقه حضرتك انت قلتها، مره كندير مرد الدوش، مره بابونج، مره باديان، مره قرنفل، مره زعفران، كل مع قطع اتاي كل مره كندير عشبه من هادو، واش مزيانين ولا لا؟ فغتحيدي القرنفل، غديري شعره ديال الزعفران، غتستعملي نص معلقه صغيره ديال البابونج. كندير غير واحد راس القرنفل كتجمع غير لا بلاش، غير حيدي اختي، غديري شعره ديال الزعفران، غديري نص معلقه صغيره ديال البابونج في براد مويان، وغديري نص معلقه صغيره ديال مرد الدوش براد مويان، والبيض الولد ديالك خصو ياخذ غير ثلاثه ديال المرات في الاسبوع فقط، راه هي كافيه. شكرا لك دكتور عماد. مرحبا. شكرا لكم على تفاعلكم.